السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جاي لكم فيديو جديد وهنعمل مع بعض وصفة جديدة، وصفة كويسة جدا للطيور بتاعتنا. الوصفة دي عايزة أقول لك إن شاء الله لو أنت مثلا لو أنت عملتها على طول وداومت عليها بإذن الله عمر الشتاء ما تهو، يعني ما تهو بيهم طيورك خالص، وبإذن الله تخلي طيورك صحية وقوية، وبإذن الله إن شاء الله ما فيش أي فيروس هي طولها ولا في أي حاجة من الكلام ده. يلا كده يا جماعه نسمي الله ونحط لايك للفيديو، عايزاكم توصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات، ويلا بينا نشوف الوصفه بتاعتنا ونشوف الفيديو بتاعنا. مبدئيا كده يا جماعه زي ما انتم شايفين انا جايبه العلف وجايبه الميه اهوت علشان اعلف الطيور معاكم. طيب زي ما قلت لكم كده في المقدمه، في لو في لا قدر الله شوطه او في فيروس هنعمل ايه؟ نمشي على الخلطات اللي احنا بنعملها ديت على طول. كنت انا قبل كده عملت لكم كام خلطه، ده باذن الله برده هنمشي عليها. الخلطه بتاعت النهارده كويسه جدا، يعني هترفع المناعه بتاعتهم، هتخلي يعني يعتبر برده كمضاد حيوي طبيعي، ده هيبقى حلو قوي لهم لانها فيه مكونات كويسه، وان شاء الله برده انت هتشوفوها معايا في قلب الفيديو. يعتبر كمان مضاد فيروسي وطارده للديدان، يعني كل الحاجات ديت احنا عاملينها في مكون واحد، فان شاء الله برده انت هتشوفوها. بس هنعلف مع بعض كده الطيور الاول. نسيت اقول لكم برده على حاجه يا جماعه، كان في حد قال لي انا عندي الفراخ قطعت بيض فجاه وحسيت ان وشها بهت، اعرف ان في الوقت دوت ممكن الفراخ ممكن اقدر ياكل عندها ديدان. حاول ان انت على طول باستمرار اغلي شيح واديها لهم، حتى لو الفراخ ما عندهاش ديدان الشيح كويس جدا يا جماعه، حلو الكوكسيديا، حلو المشاكل المعويه على طول دايما، يعني حاول ان انت تعمليه حتى مره كل اسبوع، ده هيبقى حلو قوي. في ديدان اغلي 3 مرات كده في الاسبوع لغايه ما تحسي ان الفراخ بسم الله ما شاء الله بدات ان هي تاكل، بدات ان هي وشها يحمر معاكي. وبرده يعني خلي بالكم لان الديدان ديت بتبقى عامل اساسي ان الفرخ ما بيبيضش معاك، ده بتمنع البيض عند الطيور عندك، تمام؟ فعلى طول دايما باستمرار الخلطات بتبقى حلوه. الناس اللي هي بتقول طب الخلطات ديت احنا كده بنعملها وخلاص، لا مش بنعملها وخلاص، الخلطات يا جماعه لها فايده رهيبه جدا جدا، ده احسن من العلاج ونتيجتها فعاله احسن من العلاج كمان. انت دوم عليها، ما تعملهاش مره واحده وتقطعها وتقول الخلطات ما جابتش نتيجه عندي، لا حاول ان انت تعملها مره واثنين وثلاثه، هتبص تلاقي ان هي جابت معاكي نتيجه كويسه جدا. يمكن الطيور اللي انتم شايفينها قدامكم ديت بسم الله ما شاء الله، يعني انا لا بجيب علاج ولا بجيب اي حاجه، كل اللي انا بعمله يا دوبك الوصفات اللي انا بعملها معاكم، ده بتبقى حلوه. يمكن بسم الله ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله فعلا اللي كان عندي الشوطه كانت على طول كل شهر 11 ابص الاقيها جايه في نفس الميعاد، كان على طول الفيروس بينشط في نفس الميعاد. بسم الله ما شاء الله، يعني احنا دلوقتي خلاص احنا في انا في 12 اهوت، وخلاص 12 بدا يخلص، وبسم الله ما شاء الله الفراخ عندنا زي الفل هنا وهناك، يعني على السطح هناك. يمكن هنقول هنا ماشي المكان جديد ما فيش فيه حاجه، السطح هناك اللي حتى لو في فيروس بيتجدد كل سنه، وعلشان كده كنت انا برده جت عملت لكم يمكن في حلقه برده هتشوفوها معايا تانية اللي هي بتاعه بنرش كلور ونضفنا وعملنا علشان نقتل الميكروب. حاولوا ان انت تركزي يعني ايه الكلور قوي، حتى يعني لو انت عندك دلوقتي الطيور حاول ان انت تطلعي تنضفي، جيب جرد الكلور حلو كده مركز، رش كده في الارضيه، رش على الجدران، ده بيقتل اي مكروب وبيقتل اي حاجه. ده بقى مع الخلطات اللي انت هتعمليها هتبص تلاقي بسم الله ما شاء الله ما فيش لا فيروس جاء عندك ولا الطيور بتاعتك حلوه وزي الفل ما فيش فيها اي حاجه، تمام كده يا جماعه. يلا بقى نعلف الطيور بتاعتنا الاول. شوفوا بقى انا جايبه لهم دش اهوت ومقطع لهم برضو عيش، وجايبه برضو علف عيش متقطع اهو، يعني عيش يعني عشان بس ايه بقطعه، لان اللي لما بلاقي العيش اللي هو الناشف خلص من عندي بقوم مقطعه ده كده بدل العيش الناشف. وخدوا بالكم يا جماعه العيش ده كمان ده بيبقى فيه خميره، ده في خميره ده يعني كويس جدا كمان، حتى يعني بيقتل البكتيريا الضاره وبينشط البكتيريا النافعه الخميره ديت، كل الحاجات الحلوه ديت هي دايما على طول اعملها للطيور عندك. شوف هما حتى يعني يمكن بيحبوا ان هما ياكلوها كده ناشف لو رميت لهم على الارض، بس انا هعملها لهم في العلف ده. الدش بتاعهم اهوت، ده هنجهز لهم الخلطه بتاعتهم اهيت، الدش اهو زي ما انتم شايفين بقى، وده العلف البياض بحط لهم برده، بحط منه الرومي. يمكن بسم الله ما شاء الله من ساعه ما حطيت العلف البياض لهم اهو، يعني مش كتير ولا حاجه اهو، وهما بسم الله ما شاء الله يعني تحس ان وشهم بدا ان هو يحمر كلاتهم اهو، ده بيساعد بقى ان الفرخ يبيض معاك على طول. هنوزع لهم بقى علشان الوعيه برده ايه متبقاش يعني صغيره، يبقى كده نرميهم على الارض.
ينقروه، بعد كده يجي يخلط من العلف اللي احنا عملنا لهم ديت. ده كده قسمنا لهم العلف على وعيتين، هنحط لهم بقى جزء هنا ياكلهم، هنحط لهم بقى الميه علشان نحط الوصفه اللي احنا عملناها برده يا جماعه مع بعض. يلا كده يا جماعه نشوف الوصفه عملناها ازاي، نرجع لكم تاني. ودلوقتي يا جماعه هنعمل بقى الوصفه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، معانا 4 ليمونات اهوت، هنقطعهم برده شرايح كده اهوت علشان ان شاء الله هنضربهم في الخلاط اهو. الوصفه دي كويسه جدا، يعني حاجه كده زي مضاد حيوي كده في قلب الميه لهم، على اساس ان هي ترفع المناعه بتاعتهم وخلاف كده وكده، كمان ان هي يعتبر دي كده يعني حاجه كده زي مضاد سموم واقوى من مضاد السموم كمان. ده بقى لو انت عملت على طول الوصفات اللي احنا بنعملها ديت، استحاله ان الشوطه تقرب للطيور عندك. يمكن كنتوا انتوا بتلاحظوا معايا كل سنه كنت بلاقي اللي في نفس الميعاد، يعني كنت ابص الاقي برده كانت نفس الشوطه كانت تيجي في نفس الميعاد وفي نفس الشهر. بسم الله ما شاء الله، هي كانت دايما على طول بتيجي في شهر 11. يمكن على طول من يوم ما استعملت الوصفات ديت كل يوم باستمرار طول فتره يعني الشتاء كده، يعني طول الشهر اللي عدى ده او طول الشهرين اللي عدوا، على طول كنت دايما بعمل لهم الوصفات كل يوم كده، اعمل يعني ايه نوع اعمل نوع. كان بسم الله ما شاء الله الحاجات ديت هي اللي خلت اللي ترفع المناعه عندي عند الطيور. ده كده الاربع ليمونات كلهم اهوت، اي على قد الكميه او على قد العدد اللي عندك بتاع الطيور اعملي. انا عملت كميه كبيره علشان يعني ايه يعني العدد بسم الله ما شاء الله كبير عندي شويه. ده الثوم بقى يعني كام راس، يعني كام راس ثوم كده بحالهم، مش هقشر ولا حاجه زي ما انتم شايفين كده. كده كده انا هقشر، هصفي التفل وهقلبه على الاكل بتاعه، يعني مش محتاجه ان انا اقعد اقشر واتعب نفسي ولا حاجه. كل ده هوت في قلب الميه. بس بجد والله يا جماعه يعني يمكن الحاجات دي كلها اللي بتخلي الطيور عندي ما شاء الله لا تتعب ولا يجي لها شوطه ولا فيروس ولا اي حاجه من الكلام ده خالص. شوف بقى انا معايا كمان ايه، ده الزنجبيل. بصوا بقى يعني انا هاخد منه كده حوالي معلقه ونص كبار اهو، ده كده معلقه. لو انت عندك برده طازه اللي هو الفريش دي، ممكن تاخدي قطعه بحالها وبرده تفرمهم مع الخلطه اللي احنا عملناها ديت. وده كمان نص اهوت، حط على حوالي لتر ميه كبير كده اهوت زي ما انتم شايفين. وهنخلط بقى كل دوت، هنخلطه في الخلاط. وده الوصفة يا جماعة زي ما شفتوها اهيت. ده طبعا انا صفتها ما حطيتهاش بقشرة ولا حاجة، علشان الناس اللي هي شافتني وانا بفرم التوم بقشرة فرمته بقشرة، ليه؟ لان هو كان صغير خالص، هياخد منه وقت لسه عم اقعد اقشر. وبعد كده خلاص يعني هو مش مشكلة خالص، حتى لو انت عملتيه بقشرة كده كده هيتصفى، وممكن الفراخ تنقره مفيش فيها اي مشكلة. زودتها بس شوية مية لان هي كانت مركزة قوي، لان كنت عاملة كمية كبيرة علشان الفراخ. دلوقتي بقى هنحط منها للطيور بعد ما غسلنا الويان بتاعة الطيور زي ما انتم شايفين كده اهوت. هنحط كده حوالي نصها، ده كده اهوت. انا سبت شويه بس كده، يعني سبت ده عشان الرمح، حطهم للرمش تمام. فانا دلوقتي هنحط بقى الميه علشان يشربوا كده، حطيت الاكل والميه. ده كده زي ما انتم شايفين اهي، اتحطت لهم بقى الميه عليها، يعني يعتبر بسم الله ما شاء الله يعني حاجه كده كويسه جدا. من الاخر الفراخ بقى تشرب، يعني يعتبر خلطه كويسه جدا يا جماعه. الخلطه ديت على طول دايما اعملوا توم والليمون، ده كويس جدا، والزنجبيل ده احسن حاجه علشان ترفع مناعه الفراخ، تخلي الفراخ دايما صحتها حلوه، ما تتعبش مننا في الشتاء. انتوا عارفين طبعا الايام دي كل الهواء ده كلته ده بيعتبر يعني مليان عدوى وفيروس. فعلى طول لو انت عايزه فعلا تحافظي على طيورك، اعملي الكلام اللي احنا بنعمله ده تمام. تعالوا بقى كده نشوف الرومي جوه، برده هنحط له برده ونقلبه. ده كده يا جماعه الرومي زي ما انتم شايفينه بسم الله ما شاء الله اهوت، يعني شايفين. حتى يمكن كل مره باجي اصور لكم فيها تبص تلاقي الاحجام بتاعته بتكبر يوم عن اللي قبله، بالذات الرومي يا جماعه. علشان يعني ايه، في ناس مفكره ان الرومي بيقعد سنه عما بيكبر، لا هو الرومي تربيته سهله جدا كويس، زيه زي الفراخ بالظبط. يعني هو بسم الله ما شاء الله حس كده ان البلح بدا يحمر في وشه، وحس ان هو فعلا بدا يبقى رومي بصحيه. دلوقتي بقى هنعرفه ونحط له برده من نفس الوصفه اللي احنا عملناها، هنحط له ان شاء الله منها. هو شكله كده عطشان اول، هنحط له بس الاول
تبقى الميه بتاعتنا. كده خلاص حطينا لهم اهوت. ده كده احنا دلوقتي بقى مش هعلفهم، لان طبعا انا لقيت قدامهم علف مش هعلفهم دلوقتي اخر النهار بقى لما اجي امشي واقوم علفهم قبل ما امشي. طيب دلوقتي احنا عملنا الوصفه وعلفنا وعملنا كل حاجه وكنسنا ونظفنا. طب الناس اللي هتقولي طب اعملها كم مره، اعملوها يا جماعه لو في لا قدر الله في تعب في شوطه في اي حاجه اعملها على طول لغايه تطير معاكي ما تخف. وحاولي ان انت كل يومين ثلاثه كده اعملي وصفه من شكل الوصفات اللي هي بيبقى داخل فيها التوم وداخل فيها الكركم والليمون، دي احسن وصفات ممكن انت تعمليها. وبرده خدوا بالكم الزنجبيل يا جماعه ده كويس جدا، الزنجبيل والزعتر من احسن الوصفات اللي احنا بنعملها. يعني انت حابه تعملها كوقائي مثلا، يعني ممكن تعمليها ايه مره في الاسبوع مرتين برده هتبقى حلوه قوي للطيور عندك. تمام، بس حاولوا طول ما انت يعني في فصل الشتاء وفي هواء وفي الكلام دهوت حاولي على طول باستمرار اعملي وصفات. الوصفات دي كويسه، وصفات علاجيه، وصفات ان تزود معاك الوزن، بتحافظ على طيورك، بتخلي طيورك صحتها حلوه، كل الحاجات دي. تمام، اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.